كلشي باغي نعس غير انا اللي فقد دابا نخرج من تو حوايج. واخا تقيل هادشي بس بالله جمعة قلت لها على هادشي. اي اخويا شي سامك لك مشاكل تاني اكفا سلطان مشيت لي وهذا في واحد السيرفيس زفت صباح الخير ويس خوتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد او في نهار جديد. اليوم ان شاء الله معروضين عند واحد الدري صاحبنا، واحد من الدراري اللي كيتفرجوا فيا من لي فرونس بيس. ليكم خوتي وشكرا على الدعم ديالكم والله يحفظكم. عرض عليا اليوم قال لي والو يا سيدي سطر معايا اليوم ندوز معانا، قلت له صافي يعني. المهم خويت النهار ديالي كنت غادي اليوم اجلت الغدا ونمشيو ندوزو مع اليوم والنهار ان شاء الله، نمشيو نفطرو كاملين ندوزو النهار غدا ان شاء الله، نتحركو بحالنا للبلاصه الجديده ديالنا. دونك دابا بلا ما تعطلونا لي تسموف الحوايج ديالي عتي بلبل تاع ستوريات هاد الصباح هذا ممكن اسطوري مون كوت اللي ما عندوش انستغرام يبات يدخل لتحت. هي هادي الانستغرام ياسين فلوغ هبطو خوتي بلبلو دخلو اللي مازال ما شارك يشارك فيها باش يبقى ديما معنا تما كنكون حاضر 24 ساعه. دونك واخا من الحسن هاي كنكون يوميا ستوريات تما ضروري خصني ندير ستوريات. دونك خوتي هبطو ليها ياسين فلوغ وبيت لي كونو نتسناو بقاو بيت يجي ونطلعو البلاصه ديالنا. حاجه زوينه هنايا عندهم مدينه زوينه عندهم فيها داك الشجر فيه الموز زوين هذاك الشيء عندهم ناضي. واخيرا حطينا الحوايج ديالنا، حطيت حوايجي كاملين دابا كما كتشوفوا خرجنا مرتاحين والله لا راحه. هاد البلاصه سنترو كوميرسيال هنا كاين الملعب تيران ديال سيفيا. دا هو التيران ديال سيفيا، تيران واعر والله لا ناضي تيران حمق. التيران هذا خصنا ندخلوا ليه ولكن ماشي دابا، دابا ما عندناش ليه الوقت دونك غنجيب ليه مرة أخرى إن شاء الله. واش كيداير؟ والله إلا واعر، حتى شي ستوريات قبيلة في انستغرام عليه، ومن هاد الجهة من الجهة اللي مليه مكانش باين مزيان، ولكن من هنايا باين مزيان. ها نشوف كاينة ولا مكايناش، داكشي ناضي. داك السونتر ما لقيتش فيه والو، ما كذبش عليكم ما كاين ما يدار عندهم هنايا، خصوصا جيت فات الشمس الحراره ما لقيت ما ندير. دونك مشيت ريحت واحد الزريده بقيت مريح نتسنى المعلم حتى جي عندي. خوت كي دايرين بخير؟ كلشي مزيان، دايره مع الصحه رمضان مبارك. السياسي هو معنا خرج من المدرسه مشينا عندو نيشان الباركي لقيناه مره زادنا في الحديد خونا ترى خلينا من العالم زعما عندي سال تما كنت مريح في الزريده ما كذبش عليكم انا تسخسخت مشيت ريحت تما خرجتون عليا صيفط له لوبيكاسيون ديالي لوكاليزاسيون صافي جا عندي ديريكت. دابا نمشيو نرتاحو شويه نصايبو الفطور ديالنا يا كمعلم. العشية ماتش، العشية ماتش ثاني نتفرجو نقصرو كورة، نتفرجو كورة انا ما نقصر نمشيو نتفرجو. دونك خونا اليوم عرض علينا، كنا غاديين والله الا قلتها لكم قلت لكم راه كنا غاديين وعرض علينا وضربنا واحد الطاجين حمق 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 طاجين ناضي. انا خوتي عاوتاني الطويزين عندي ويزين هو صحة وراحة. غادو الفطور شوية بكري علاش؟ حيت غنخرجو نمشيو نضربو دورة. المهم إما غنمشيو نتفرجو الدراري غيخسرو كورة أولا غنطلعو للسنترو المدينة ديال سيفيا وحدة في الزوج وعاد نرجعو نفطرو هنايا وغدا إن شاء الله عندنا انطلاقة أخوتي بإذن الله. إن شاء الله عندنا انطلاقة إلا كتاب. أنا الدراري قصارين ما كاينة تقصار. هاد البلاصة هادي زوينة كيخلصو فيها 25 أورو الساعة، مزيانة رخيصة 25 اورو الساعة، كل واحدة تجي 2 اورو اللي هي 20 درهم، 20 درهم لواحد باش يقصروا هنايا رخيصة، ولكن مقارنة مع الدخل ديالك هنا في اسبانيا رخيصة، دونك مزيانة، دونك شي حاجة بيان. نقول لكم صورت لكم قبيلة تتسناو من واحد الأحياء شعبيين، شنقول لكم تشوفوا تقولوا هاتي شنو في شي حي مسرمل، المهم أحياء مسرمل هنا نتوما الحوايج يبينوا لكم دوك الحوايج ديال الفوق. هذا يبين لكم البلان، شوفي ناصرين بنادم ما كان أنصر ليه. هادشي كامله كيبان لك صراج مبيبان كلشي منصور تحت الفوق بنادم مشتت في الارض في السماء فيما لقيتي طلع البشري. الدري اللي زعما انا وقصار قصر لي مع راسك ايوب بيس قصار مع راسو جاو. المهم الريح انا تنتفرج واخا مكبتينا في هاد الماتش هذا ولكن هاني نايضه بيناتهم. الوحده والسلام.
36 ومازال فايق. المهم دابا غادي نعس اخوتي، عندي مغامره خونا اللي كنت دايب معاه خوا بيا باش نقطع معاه حتى العشيه عاد دار العونيلي وماشي مشكل اخوتي. واني خونا مغربي ولكن يعني غدا ان شاء الله نمشيو نتقاتلو معاهم، نشوف نمشي مقطع من مدينه لمدينه ونوصلو ان شاء الله البلاصه اللي بغينا بالوحده ونص وغنفيق مع الخمسه. دونك كنقول لكم تصبحوا على خير. العراضة ديالنا اليوم نتحركوا خونا المعلم ديالنا جاي خارج معنا في البر لواحد التغاميره، غنمشي غنقطع باقي ما مقطعش غير غادي غنوصل حتى تما عاد نقطع غنقطع المدينه من المدينه عاد نقطع المدينه. المهم الدار ما عرفتش كيفاش غيدوز. شنقول لكم اخوتي دعوا معنا وصافي. صباح الخير واش خوتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نتحركوا بالباو مدينه جديده، نتمنوا ما يطرا لينا حتى شي حاجه في الطريق، نتمنى كل شيء يدوز هو هذاك ما نلقاو حتى شي عقبه. داو معنا خوتي دوز داكشي هو هذاك. وصلنا شويه بكري لهنايا الله الحمد لله، كنت كنقول زعما شويه نصوم عطلين ولكن وصلنا شويه بكري باقا نص ساعه باش يتحرك الكار. سلامانكا مدينة اللي قريبة لبيلباو، مون قطعت لهنا سلامانكا من سيفيا سلامانكا حيت ما كاينش بيلباو ديريكت ما لقيتوش، لقيت غير سلامانكا ومن سلامانكا غنقطعو ان شاء الله لبيلباو. يلا قطع دابا هي الماكينة حدايا، يلا قطعت بيه المهم نمشيو في الكار غيدير 5 سوايع ونص واقيلا، الاخر كان يدير 9 سوايع وصافي. دونك لقيتو اصلا عامر ما كنتش غنمشي فيه، غنوصل ان شاء الله مع تسعود وتولوت لبيلباو. جوا خيرا قطعنا البيه ديالنا الوجهه الثانيه ان شاء الله فطور انتم غتشوفوا دابا فطور تما الشباكيه هاد الكوكا. واخيرا وصلنا فين الصاد اواجه شو تخيلوا معايا يلا وصلت والله لا وصلت محمود ومفرح هانيه حبيبي سلام الخوت صافا بخير هانيه مرحبا بيا ياسين خويا عندنا هنايا بيلباو محمود راه العائر يلا خوتي سيروا نشوفوا الدار. مو خوتي وصلنا لبلاصتنا جديده وبيس ليكم. المهم سالات هنا الرحله وصلنا لبلاصه جديده ارتاحوا هنايا وغدا ان شاء الله غادي نمشيو لبيلباو نمشيو نتقاتلوا معاهم. المهم نمشيو حيت صافي هنا جيت غير باش نحط الحوايج ديالي ها هما، دونك غادي نتنقلوا لبلاصه اخرى اللي هي بيلباو. بيلباو هي المحطه ديالنا هنا ماشي الاساس، هنا جيت غير نشوف العائله والعباس ونحط الحوايج ديالي ونمشيو لبيلباو. دونك خوتي بقاو معنا غدا ان شاء الله غادي نمشيو لبيلباو وغادي نفير لكم فيديو هنايا غدا غنمشيو لبيلباو ونتقاتلوا معاهم غادي المهم تشوف فيها مبات العالم. المهم ما عنديش فين نبات ولكن غنضي الامور. المهم خوتي كانت هذه لا فان الفيديو، نتمنى يعجبكم الفيديو اللي مازال متأمرنا تأمرنا عندنا في لاسيون فعل الجرس ودير لايك شير كومنتار زون وبارطاجي الفيديو عندكم سو ماتش بارطاجيو الفيديو بيس ليكم كيبان ليكم الضباب علاش حيت كنا شاهين شوميني يلاه طفى مشينا مشاو الدراري جو واحد طب دونك انشعلوا يلاه خوتي باي عليكم.